السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج رمضان في الحومة. وفي رمضان كان عيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان يوم رمضان شنو غدا وشاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة والحومة اللي غنزوروها اليوم أحسن حومة في العالم، الحومة الشوك. يلا بحالنا خاي سفيان. أصغر واحد حاول تشوف كيف هاد الورقة خاو ديري تبارك الله. الله يبارك فيك. شحال في العمر ديالك؟ 15. تبارك الله. أجي نقول لك واش مين الصفات هادشي هذا؟ أجي شحال ورقة نكين؟ 25 درهم. ما غلاتش باقا نفس الثمن العام اللي فات. نفس الثمن. ولكن عدل لي ديك الحركة اللي كدورها بيدي. هي الحركة. أو تبارك الله. أجي مين سينا؟ من قلعة السراغنة. تبارك الله. واش كتجي تخدم دابا هنا شتا وصيف ولا غير في رمضان؟ في رمضان. كتجي في رمضان. واجي نعنا مرحبا. الله يرحب بك جنة خويا. خاو ديري تبارك الله. مرحبتك خويا ابراهيم. فوقاش كتبدا الخدمة؟ كنبداو بكري شي شوية 6 الصباح. دابا تبارك الله جروب مزيان كيبان لي عندكم. مزيان فاهمين الدراري داكشي واعر. انتينا شنو المدينة؟ مراكش اي تورير نواحي مراكش. تبارك الله. دابا مراكش واش تخدم هنا شتا وصيف أولا كتجينا عايش في رمضان؟ لا انا تنجي في رمضان. وقتجينا عندنا مرحبا بك محتاج. مرحبا بك الدراري راه ديما كاين خدامين. هادشي الراوج موجود الحمد لله. الحمد لله ناس مزيانين. ناس مزيانين يعني رمضان مدخر. كلشي بخير وهذاك الحمد لله. مرحبا بكم عندنا في حومة الشوك. تبارك الله. الله يحفظك خويا ابراهيم. صح مبروك اخويا. خير يدا تبارك الله. يبارك فيك. واش مبروك؟ يبارك لينا. كيف عامل الاجواء في الحومه الشوك؟ كلشي كيدوز مزيان اخويا الحمد لله. الدراري نشطانه فرحانه كلشي كيدوز الامور مزيانه الحمد لله. كاينه شي راوه شويش الحمد لله مو من الغلا والسلامه اخويا كلشي كيتشكل. كيفاش كتعامل مع الدرويش؟ كيما كتعاملوا بحال كنحسبوا بحال راسنا كنحسبوا وكنقدروا بحال راسنا بحال الدرويش اخ. جو سوي با لو فرونسي با لو مونجي سو فرونسي. تعرف عربيه شويه ماشي هايلك ودار شويه عربيه. كيف ماشي مع رام علي ناوي؟ ماشي مع رامات؟ رمضان شويه صعيبه شويه كلشي غلا دابا وصافي. كيفاش كتجيك الاجواء في الحومه الشوك؟ مشوك بخير الحمد لله. الحمد لله الناس مزيانين. حلوه والله. شنو يعجبك في الحومه الشوك بزاف؟ انا من ماكله كلشي موجود والناس مزيان الناس بخير. يعني هذا عايش مع هذا كيتعاون. عايش مزيان بخير. نسينا اول رمضان عندك في الحومه الشوك؟ انا يا شي 7 سنين ندوز حمو الشوك. انا 7 سنين وانت في الحومه يعني من 2014 انا في طنجه. تبارك الله. والحومه الشوك بالضبط؟ الشوك بالضبط. مشيتي سكنتي بشي حومه سي اخرين؟ ولكن عجبني هنايا صافي. والحومه اللي سكنتي فيها قبل الحومه الشوك؟ طنجه باليه وحمدينه اي بلاصه انا طنجه. يعني الحومه الشوك عجبات؟ حومه الشوك حلوه والله. الناس ديالها الناس ديالنا الناس حلوه الناس مزيانه. سفر رمضان كاين الجو ما كاين لا دابيزاس لا والو ترانكي. الحمد لله بك يعني كيتعاون معنا وصافي الحمد لله. برافو ليك تبارك الله. وشنو عاد تقول المغاربه اللي كيتفرجوا فينا في هذه الحوايج؟ الحمد لله يتعاون معنا ودروش الناس مزيانه الناس حلوه صافي رمضان بك تبارك الله. بارك الله فيك اخويا.
عبد المجيد تبارك الله. بارك الله فيك خويا. بارك الله الصحة الطريبة وكذا والوريقة. يرحم والدك. عبد المجيد كيفاش عامل الأجواء في الحومتش؟ الناس تاع حومتش وكلا عمرها الدار، يعني حنا هنايا بخير، يعني ما كاينش داك الشيء ديال كما كان شحال هذه المدابزة وداك الشيء، لا والو ما كاين حتى حاجة. يعني كل شيء فرحان مع بعضياته، كل شيء خالق الأجواء. مشكل واحد اللي مزير الوقت وهو الغالاء ديال الأسعار، وبنادم ما عندوش الورقة باقا نفس الثمن بعدا. نفس الثمن، حنا دايرين على 20 درهم، ولكن باش تعمر الورقة بحال البصلة دايره 17 درهم، فهمتي؟ وبزاف الحوايج، هذاك ديال التعميرة أي حاجة، الدجاج 20 درهم، الناس ما خدامينش، فهمت؟ يعني ما عندهم باش يعمر الورقة بالحق باش عندها صعب. أي راه. خيبي لا العواشر مبروكة. ينعم عليك الخا الله يرحمه. كيف ماشي مع الأجواء في رمال؟ حنا كنعداو السنة. الأجواء في الحومة شو كيفاش عامل؟ مرة هيدا ومرة هيدا. دابا شوفك معروف دابا الدراري خصها تحسن في رمضان، كيفاش كتعامل مع الكليان ديالك؟ دابا الكليان ما كاينش، قليل الخاوي كان ديباني والسلام. يعني صار الأواخر واقيلا. في سنة فين. والدراري باش كتشبر النمرة ولا برانديفو شنو كتعمل؟ كيقول صافي. اللي جا بسم الله. اللي جا بسم الله. صافي أخوتي هادي واعرة هادي. شنو تقول مغاربة اللي كيتفرجوا فينا خايبين؟ مغاربة ديالنا شومبروكا وداخل الوطن وخارج الوطن. وكنحبوهم كاملين. تبارك الله عليك يا بلال، الله يعاون. ماشي مع رمال. الله العظيم الا مداخمينا. جيتي تحسن واش تحسن الاخرانية ولا باقي تزيد شي تحسينة يا اخر؟ على حساب الشعر، على حساب الشعر واش ينبز دغيا ولا لا. ما تقطعلوش الشعر بزاف باش يرجع الخاو. واش صايمين ولا فاطر؟ صايمين. صايم وكتلعب كورة. شحال صمتي فهاد رمضان؟ كامل. صمتيه كامل؟ برافو. ونسينا؟ كامل 8 ايام. عندك تكذب عليا؟ لا. برافو. ونسينا؟ فطرو كامل. فطرو كامل، نسينا؟ صايم. تبارك الله. ونسينا؟ فطر. نسينا؟ فطر. نسينا تكون صايم. صايم. تبارك الله عليك. اهلا 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 بنوتات، فين كنتو؟ كنا في المكتبة. تبارك الله، شنو جبتي من المكتبة؟ شنو جبتي من تما؟ شي قصة؟ كيعجبكم تقراو قصص؟ نسينا شنو اسمك؟ ابتسام. نسينا؟ وجدان. اجي نقول لكم شحال صمتوا في هذا رمضان؟ انا صمت 3 مرات. صمتي 3 مرات ونسينا؟ انا 2 مرات. يعني نهار كامل ولا غير نص نهار؟ نهار كامل انايا. غتصوموا 26 ان شاء الله؟ ان شاء الله. اجي شحال صمتي في هذا رمضان؟ صمت 7 ايام. صمتي 7 ايام، يعني فاطر شي يومين نسينا ماشي بزاف. 3 ايام. فاطر 3 ايام. وجيب شنو اسمك؟ محمد كاه. اجي نقول لك واحد المقوله كتقال دائما، داك شنو اليوم؟ شنو اليوم؟ رمضان. شنو غدا؟ الحبيبه. شنو بعدو؟ التراويح. هادي هي الهضره. برافو. اجا عمو ديالي نسينا، اجا عمو ديالي. اجا اجا. كيف ماشي مع رمضان؟ ماشي مزيان الحمد لله. الحمد لله الاجواء مزيونه. دابا نسينا واش قديم في الحومه تشوك؟ انا خلق وتربينا. ايوا تبارك الله. دابا نسينا هو اللي عاد تقول لنا الحومه تشوك كيفاش كانوا كيفاش رجعت وشنو تبدل فيها؟ تبدل كل شيء، بنايات وبنادم، كل شيء تبدل. يعني انت بديتي كتبان سينا غريب واخا نسينا ولد الحومات شو؟ ما كنعرفهمش الناس نيلا، ما كنعرفهمش الناس اللي قدامي كاملين ماتوا. يعني الحومه كبرت؟ كبرت بزاف، ماشي غير شويش. الحمد لله دابا الاجواء مزيونه في رمضان. يا انا في رمضان الحمد لله. يعني الحومه تشوك معروفه كاين الماكله لا صداع لا غا وثلاثه شي حاجه. هذا هو الان. يلا تبارك الله عليك وشكرا. عم والديك شكرا. خي اشرف تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. واش مبروكه؟ الله يبارك. كيف ماشي مع الاجواء في رمضان؟ بخير. فرحه وما تشك طبيعه. فرحه وما تشك مضخمه غزاله مع راسي والله، وخا تخلف براني انا. كيفاش عايشين مع بعضياتكم في هذه الحومات؟ الحمد لله اخي والله العظيم عادي والله. يعني هذا كيحترم هذا على حسب. عادي اخا هما كنحكوا روسا واحد دائما من دائما. اجا مرحبا به. اجا مرحبا به اخا واو، حنا مسلمين كاملين. نسينا ولد الحومه تشك خلق وسراب. ولد الحومه تشك. غنسقسك شنو تبدل في الحومه تشك قبل وبعد؟ الحومه خوت. تحاوم اخوت كل شيء غرب، كل شيء مشى في حاله، حتى حنا ان شاء الله نغرب. وتصوفيق ان شاء الله. امين يا رب. خويا تبارك الله عليك. الله يكبر بك. ماشي مع رمضان. الحمد لله الله يسلمك. بعيدا ما كتعصبش هي كتضحك. والو راك شنو كتعرف على مكانسه؟ الضحك والنشاط ومولا ربي. النشاط ومولا ربي والله. دابا نسينا في مك جيتي من مكناس، دابا نسينا هنا. شحال نسينا في طنجه؟ دابا شي 4 سنين هذه وانا في طنجه. يعني دابا في الحومه تشوف. حومه. شنو يعجبك في الحومه تشوف بزاف؟ شنقول لك طيبوا بهاد الناس وتبارك الله، شنقول لك حطونا فوق راسهم، عندي ما نقول طنجه. امور ماشيه مزيان. ماشي يا سلام. مبارك العواشر. وعواشر مباركه لجميع المغاربه، وتحيات مجموعه تراث الاصيل كتقول لكم عواشر مباركه بطول العمر ان شاء الله، وتحياتي لكم ومرحبا.
شغنقول لك اخاي ابراهيم اجواء مضخمة هنا في الحومة. شكرا. ضحكوا الناس مضخمة، ضحكوا الناس كي يقولوا بنادم يفطر الخاف. براه وحش كي يقول الحومة تسوق الدابيزاز الحمد لله الام. عندك شي شحال هادي اخاي ابراهيم؟ دابا الدنيا مزيانة مضخمة الدراري مع بعطيسة الحلاوة دراما درجة شحال هادي رجع زداب هنا. ولا ما موجدينش اليوم شي طاجين هنا؟ كلشي موجد باقي في الفرن باقي ما جبناش. قول لي وجدتوا الطاجين؟ خسارة ما حضرتش على الطاجين. حبابك اخاي مرة اخرى ان شاء الله ابراهيم. قول لي فطور على حسابك. انا يا صديقي فطور على حسابك. ونسينا انا شنو عندك هنا؟ انا يا شباكيه. شباكيه عندي عواصل. عواصل خرد الله مو. يعني الاجواء رمضان كتصعيب الله وصف. امين الله يرحم وين خاو ديري تبارك الله. الله يبارك فيك اخي. كيف ماشي مع الاجواء في رمضان في الحومات؟ صراحه الاجواء جميله جدا في رمضان، وانا كنسافر وكنجي كنعرف قيمه. يعني كترتاح هنايا. قداش نجوز رمضان ولا ما نجوزوش؟ خصوصا الحومه تشك واقيل طبعا مع الدراري ديال الحومه. وعاد درتي معاهم طواجن ولا؟ ضروري كل يوم كل نهار طاجين. تبارك الله. اي طاجين. علاش سماو هذه الحومه؟ هذه الحومه كافية شوف. كان صعب رعيب كامله بالشوك والعجل. دابا سبحان الله عندك الحومه. الحومه الشوك عريانه كتعارك شاير هنا ما كاين والو. دابا شنو نسمى دير الحومه؟ دابا الضيق. دابا الضيق ونعم سيدي والدنيا عمرت بالمال. نسينا شحال شحال من عام نسينا بالحومات. ايوا راني شعر راني شي خير بك يبداو يبنوا هاد الدير هذا. تبارك الله يعني من الاوائل كانت باقا عشتا وصافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مزيان بخير. الحمد لله الله يرحمك. واش مبروك؟ الله يرحم علينا وعليك. واش كاينه شي فطور اليوم ولا ما كاينه؟ شنو نقول لك الفطور الخوا ديما كنقلبوا على الفطور ما كنجبروهش. ها شنو كندير؟ هذه 15 درهم فيها جنون البقر. هذه 7 دراهم ديال النص فيها مهري. هذه 150 للخبزة. يعني فطور الديباناج وصافي. فطور الديباناج وصافي. اش غنقول لك حنايا الشباب ديالنا ما بقاش بحال الشباب ديال شحال هادي. دابا كلشي مخسر، كلشي معوج، كلشي خصو يشعل له معاه يضرب، كلشي خصو يعمل، فهمتي كيفاش الخير؟ الرسالة اللي توصل للشباب ديالنا. الرسالة اللي غنوصل بنادم يخدم على راسو الخاوة ويعمر الوقت ديالو وما يبقاش يمساعة في الخاوية، فهمتي كيفاش؟ ويبعد من الجوينتات والتحشوشات. واو تبارك الله. عزك اخي ابراهيم. خاوة ديالي تبارك الله. بيبا خاي ابراهيم. كيف عم؟ شحال فريسة عم؟ 100 درهم اخاي ابراهيم. اش كتعامل مع الدرويش اللي بوبري ما عندوش؟ اللي ما عندوش كنتيوا فابور اخاي ابراهيم. يعني كتحاول ما امكن دابا الدرويش كيتعاون مع بعطيس. هذا كيتعاون مع هذا الخاف. والاجواء درا مادام الحومة تشوف كيفاش عاملة؟ اجواء هي الاجواء الخاوة شني الاسعار زايدة والسال. يعني بنادم مقصح بور. يعني هذيك الضحكة ماشي الضحكة معوض. بنادم كيضحك بالدراع والسال. تبارك الله عليك الخاوة ديالي. تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاو ديالي واش مبروك؟ علينا وعليك وعلى الجميع. كيف ماشي مع الاجواء في رمضان في الحومات الشو؟ والله الا بخير الحمد لله. وراك عارف رمضان هذا كيتعاون مع هذا وانت كتشوف كلشي على عينك. كاينه شي رواج؟ شويه راك عارف شويه. يعني الحمد لله دابا بدات كتهود دابا شويه بداو كيحسوا بينا راك عارف الحمد لله يا غاده درجه درجه. واش سبيردينس غاليين ولا رخاص؟ كاين لا حسب موديل. لا انا كنهضر لك على موديل الثمن ديال العام نيفاس وجوا الثمن ديال العام. نفس الثمن ما كاينش شي زايد زايده شي 10 دراهم هكاك ديال المركب على حساب المازوت راك على حساب المازوت. دابا فوقاش كيكون الاقبال بزاف؟ واش في الاول رمضان ولا في الاخر رمضان؟ لا في ديك 15 يوم حتى 20 يوم الاخرانيه هذيك كامله كتكون 10 ايام الاولى كندوزو راك عارف. يجي دوز سبيردينا من هنا. مرحبا فوق الراس. شنو غتكون مغاربه اللي كيتفرجوا فينا؟ رمضان مبارك ودخل لكم الصحة والسلامة خاي ابراهيم الله يحفظك. كنس هذه الأجواء ديال الحومة تشوك كما شفتوا هذا الفيديو هذا ما تنساوش تكتبوا في الكومنتير الحومة اللي بغيتوا تمشيو لينا ونتلاقاو في الحومة جديدة. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.